بعد مفاوضات ماراثونية بين الوداد البيضاوي وأسيكا بيجون، وبعد فترة اختبار قضاها بكاري كوني رفقة الفريق الأحمر في وقت سابق، عاد اللاعب الإيفواري إلى أرض الوطن لتوقيع العقد مع وصيف بطل إفريقيا. العقد في 4 سنوات ونصف، وكنتمنوا هذا اللاعب يزيدنا الإضافة للفريق الوداد البيضاوي، وتم انتداب ديالو بمبلغ 150,000 أورو. بكاري كوني هو اللاعب الإيفواري الذي افتتح به فريق الوداد البيضاوي فترة الانتقالات الشتوية. كوني الاسم القادم من نادي أسيك أبيجون، كله طموح في تحقيق الأفضل رفقة النادي الذي اختار الانتماء إليه فريق الوداد البيضاوي. دابور شانجو دو ميليو، تغيير الوسط وراهين بالوصول إلى أهداف جديدة مع النادي الحالي. الوداد فريق كبير ويلعب مواجهات مهمة خاصة مقابلة الديربي، إضافة إلى حيازته للعديد من الألقاب مع فرق أخرى. بكاري كوني إذن هو أول انتداب أقدم عليه فريق الوداد البيضاوي في انتظار إضافة أسماء أخرى للتركيبة البشرية للفريق الأحمر الذي سيحاول تأكيد انطلاقته القوية من بوابة البطولة الوطنية الاحترافية.